سي رشيد، عطيني شنو بدا قصيره حول المقابله اليوم مع المهم هو كنت شفنا لان الجوله الرابعه والايقاع كيرتفع من جوله الى اخرى، شفنا مباراه جميله بين وداد طنجة والسلام القصري. النتيجه انت كتعرف لان الاهداف والمباراه واحد شويه الايقاع ارتفع في نصف الساعه الاخيره من الشوط الثاني، وشفنا كذلك جوج الاهداف، ولكن يمكن نقول بان الكفه كانت قريبا دائما وداد طنجة بحكم انه دائما كنسبق الى التسجيل سواء في الهدف الاول في الهدف الثاني في الهدف الثالث. وصل المباراه انه رفع الفارق هدفين، ولكن تحرك جميل ورد فعل جميل من سالم القصري اللي استطاع انه يسجل هدف. يمكن لان شفنا الهدف كيف جا، كتبقى دائما كره القدم مشوقه مثيره، ولكن اللي غنثير هو ان مره اخرى شفنا حكم في المستوى وكان اداء جميل، رغم ان كان بطاقه حمراء هي حدانا دازت واضحه وضوح الشرف، لا يمكنش ان كذلك الحكام اللي هما جداد وهما صغار كخصهم الانديه تساعدهم، وهذا اللي ما شفناهش لان احتجاج واحد بلاد احتجاج، رغم انه قايم بمباراه جيده، لان خصنا شويه نعطيهم حكم انهم كذلك على وداد طنجة. اعتقد بان يمكن هذه النتيجه هذه غادي يرتاح شويه، ولكن غادي يكون عليه مسؤوليه كبيره الدوره المقبله يوم الاربعاء المقبل امام اجاكس طنجة. شكرا.